التدابير الوقتية أبو عبد العزيز وأنا أخوك، هذا القانون، القانون والنظام، والنظام المركزي والقانون سمح للاعب أنه يشوف نفسه أنه عليه قرار بالتوقف أصلا من الفيفا يا أبو عبد العزيز، الاتحاد الدولي زي ما صار مثلا مع سعيد مولد، ارتكب مخالفه الاهلي طيب. والاتحاد، وبرغم كذا سمح له بانه يشارك فورا. لا 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 تدخلها، لا معليش ابو خالد، لا ما تدخلها هذه في هذه، لا مو نفسه. ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز تسمح لي بس في جزئيه، مو نفسه ترى محمد كنو الحين كم العقوبه اللي عليه الايقاف؟ 4 شهور. ترى ممكن يطلب التدابير الوقتيه ويرفعونها عليه، ولما يحكم مركز التحكيم بما يراه مناسب ممكن تغلظ العقوبه تصير 6 شهور. لا لا شوف شوف، بعدين ابو خالد قال نقطه انه اذا ما حصلنا 3 محكمين نجيب محكم واحد يحكم. اي هذا نقطه لان مستعجل. لا 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 مو كذا ابو عبد العزيز، مو كذا، طالما الطلب مستعجل فمن حق مجلس اداره، المجلس اداره مركز التحكيم اختيار محكم، يرشحون عنده محكم واحد للنظر في هذه فقط. طيب مش في القضيه، القضيه طيب قرار 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 لجنه فض المنازعات، هل هذا من ضمن اللجنة، اللجان القضائية في الاتحاد السعودي؟ إلا نعم صحيح. أنا 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 كده رأيي الشخصي إنه إذا كان محمد كنو اعتبر 4 شهور فخليه يمشيها 4 شهور، لأن الأربع شهور هذه ممكن لجنة مركز التحكيم يحكم بأكثر من هذه المدة. أنا أقول كده، لكن بمسألة إنه الهلال توقف فترتين فيها كلام ثاني. مثلا لو الهلال ما أبلغ من قبل النصر بإيميل أو من قبل لجنة الاحتراف إنه وقع مع النصر، فأنا أعتقد إنه فترة التسجيل للهلال من حقه إنه هو يمارس دوره ويستحق إنه هو أو لجنة مركز التحكيم إنه هو يلغي قرار لجنة فض المنازعات. أما مسألة إيقاف كنو فكنو هو موقوف، هو اللي مخطي، هو اللي سبب الإشكالية. يعني أنت لاعب لك في الاحتراف أكثر من 10 سنوات الآن، هو نفسه تمارس هذا الدور، وعندك قبلها قضية عوض خميس وتكرر نفس الخطأ. ما في شك محمد كنو طيب موقف وموقف. إذا محمد كنو موقف وموقف، إذا كيف تدابير وقتية في لاعب؟ هذا حق مشروع يكفل النظام يطلب تدابير وقتية، بعدها كيف يصدر عليه قرار مؤكد من مركز التحكيم أو حتى تمدد؟ أنا أشوف يا أبو، عشان لا نمارس دورنا إحنا في أننا نحن نساعد في أننا، يعني الواحد لما نخطئ واللاعب أو الإداري أو المسؤول أنه هو يخطئ، نقول والله خلينا نسوي لائحة. ما في لائحة، ما هذا لائحة، كيف اللائحة تغير نظام واللائحة ممكن؟ طيب ابغى اسال سؤال، اللائحة هذه هل شفناها قبل كده؟ اي نعم، عوض خميس اتخذ اجراءات تدابير وقتية وسمحوا له باللعب مشاركة فورا. وتوقف. انا ابو عبد العزيز انا توقفت سابقا قبل كده وطلبت تدابير وقتية عشان فترة التسجيل، وسمحوا لي لين حكم في القضية. هذا النظام وهذا القانون. طيب.